إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يكون إلها لقائل منا أن يقول ومن ذا الذي يستحق أن يكون إلها؟ أتت الإجابة من أبي بكر رضي الله عنه ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الحي القيوم، القيوم في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يتضمن تفسيرين، هو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره من خلقه بأي وجه من الوجوه، واضح؟ والتفسير الثاني هو القيم بغيره فلا يقوم غيره إلا به. ومن كان يفتقر إلى غيره ويحتاج إلى غيره فلا يستحق أن يكون إلها يعبد. إني وإن كنت محتاجا لمحتاج إلى أحتاج لشي حاجة، إني وإن كنت محتاجا لمحتاج إلى خير من ترتجى عنده الحاج، أي الحاجات، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. بتص شي واحد توا راه غادي يحتاج لشي واحد توا، وهكذا مرتفعات هكذا غادي. اقصد ذاك الذي يقوم بنفسه ولا يفتقر إلى غيره، واضح؟ إني وإن كنت محتاجا لمحتاج إلى خير من ترتجى عنده الحاج. هذا الحاج لها معاني كثيرة، قد تكون جمع حاج، الحجاج حاج وحاج وحاج، قد يجمعون على حاج، صدق العربية، المفرد بالتشديد والجمع بالتخفيف، فقابلوا الإفراد الذي هو خفيف بالأثقل وأعطوه التشديد الحاج، وقابلوا الجمع الذي هو كثير بالتخفيف فخففوا جمعه الحاج. إني وإن كنت محتاجا لمحتاج إلى خير من ترتجى عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. فهو إذن اسم الله القيوم معناه قائم بنفسه، قيم بغيره، مناسبته لما قبله أن من كان بهذا الوصف هو الذي يستحق أن يكون إلها يعبد. فهذا برهان ثان من الله تبارك وتعالى على أنه المتفرد بالألوهية والربوبية والمستحق للعبادة. فلا بد في تفسير اسم الله القيوم من استصحاب هاتين الضميمتين، كالاستواء مثلا، حتى جبت نزيدها لكم لأنه يعني قل من ذكرها وقل من نبه عليها. ولا بد في تحقيق عقيدة الاستواء من استصحاب هاتين الضميمتين، الرحمن على العرش استوى، فهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لا بد من إرداف ضميمتين، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله مع عدم الخلو والتخلي، مع عدم الخلو. والفرق بينهما لقائل أن يقول استوى على عرشه ولا يعلم أحوال خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، واضح؟ استوى على عرشه و ها؟
يجهل أو لا يعلم أحوال خلقه، نقول لا، أو أنه استوى على عرشه وتخلى عن خلقه فيما هم في حاجة إليه. لا، استوى على عرشه ولم يخل علمه مما خلقه فيه، واستوى على عرشه ولم يتخلى عن خلقه مما هم في حاجة إليه. برهان ذلك من كتاب الله عز وجل. لا بد حال تلاوة كتاب الله المبين من اجتماع العناصر الثلاث التي ذكرناها غير ما مرة: العقل والقلب واللسان. أطلعكم الآن على آيتين فيهما برهان لهذا الكلام. قال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم يدبر، عفوا، في سورة يونس يدبر، لش بترجع يدبر؟ ها؟ إلى عدم التخلي. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، في سورة الحديد. ثم استوى على العرش يعلم، ها؟ عدم الخلو. يدبر عدم التخلي. إذن لا بد من استصحاب ضميمتين لتحقيق عقيدة الاستواء. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا برهان ثالث على أن الله تبارك وتعالى محل ما وصفناه وما أثبتنا له وما أثبت لنفسه. ما هي السنة؟ ها؟ السبات؟ أهو. غفوة، فتح الله عليه. قيل السنة الغفوة أو مقدمة النوم. بلا ما نشرح مقدمة النوم، عرفتها أنت؟ درنا مقدمة النوم وعندك تنعس، فتح الله عليك، ممتاز. يعني إنسان تبدأتي تكمع، عندك مقدمة النوم هي السنة. والنوم، سئل ابن عباس: ما النوم؟ قال: هو النوم. أش بقى بنشرح فيها؟ كلكم عرفتوا النوم، ها؟ والنوم هو النوم. مباحث تتعلق بهذه الفقرة ألا يستغنى بأحدهما عن الآخر في نفي الغفلة والذهول والنسيان عن الله تبارك وتعالى؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سيد عبد القادر، لا تأخذه سنة، له ما في السماوات وما في الأرض. الحي القيوم لا يأخذه نوم. ألا يكتفى بأحدهما عن الآخر لتحقيق هذه المعنى؟ لا. لو اقتصرنا على السنة لكنا قد نفينا عنه مقدمة النوم وأثبتنا له النوم كله. رأيتك المعلمة كينا أما النوم كين، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. ولو اقتصرنا على النوم دون السنة أش بيكون؟ ها؟ ما كان النوم، ولكن هاجك لا، يدل على انتفائهما معا. فكان تأكيد الكلام بالنوم أو بالسنة إذا كان سبحانه وتعالى لا تأخذه السنة وهي مقدمة النوم، فمن باب أولى ألا يأخذه نوم، فنفى عن نفسه النوم
مرتين بطريق اللزوم والمطابقة. وهذا فائدة تكرار لا تأخذه سنة ولا نوم لقائل أن يقول هكو خص تمشي مع القرآن، هكو تمشي مع القرآن ليزيدك يقينا بأن هذا الكلام ليس من كلام البشر ولا يستطيعه البشر، لقائل أن يقول ألا يكفي أن يقال لا تأخذه سنة ونوم؟ الجواب لو كان كذلك لأوهم هذا الكلام على نفيهما في حالة الاجتماع فقط، على نفيهما في حال بحالاش حاجة تقول لك أنت إما تتنحس ديريكت ولا تتبادل تجمع فينا هو النعس كاع ما كاين، يعني ما يتجمعوش بجوج. تقول العرب ما قام زيد ها وعمر، ما قام زيد بل أحدهما قد، ولا يقال ما قام زيد ولا عمر بل أحدهما، لا يستقيم. لا تأخذه سنة ولا نوم نفيهما عنه في كل حال، لا تأخذه سنة ونوم نفيهما عنه بحال الاجتماع فقط. إذن هذه فائدة تكرار لا في قول الحق سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر البراهين والأدلة على إثبات الوصف المطلق الأول. تناوله علماء التربية والسلوك الذين يعتنون بالتربية الإسلامية الروحية، بتربية النفس وتزكيتها بفضاء الأمور وتطهيرها من الرذائل والشوائب، وهذا باب ينبغي للمسلم أن يعتني به، وهو ما يتعلق بالتربية النفسية. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وكان إماما في هذا الباب: رأيت الاشتغال بالحديث والفقه لا يكاد يكفي لإصلاح القلب حتى يمزج بشيء من الرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، لأنهم عرفوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال إلى معرفة دقائق معانيها. قال رحمه الله: وبرهان ذلك أن بعض من اشتغل بتحصيل الحديث كانت همته في تحصيل الإسناد العالي، واضح؟ بعض من اشتغل بالحديث لربما كانت همته في تحصيل الإسناد العالي، والإسناد العالي سنة وهو من خصائص هذه الأمة، قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد، وطلب العلو سنة ومن يفضل النزول عنه ما فطن، كما قال السيوطي رحمه الله. وقيل ليحيى بن معين وهو على فراش الموت: ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال. وقال الإمام أحمد رحمه الله: الإسناد العالي قربة إلى الله ورسوله، تشرف في الإسناد العالي أن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكنه لا يلهي
ولا يشغل عن المقصود الأعظم من الحديث وهو التربية النفسية وفقه الحديث والعمل به وهو ثمرة هذا كله. السلف كانوا يهتمون بالإسناد العالي حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يهتمون به. وجابر رضي الله عنه خرج من المدينة إلى الشام ليسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس، لأنه شرف بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فخرج مسيرة شهرين واشترى فرسا حتى دخل الشام، فخرج إليه عبد الله بن أنيس فقال: جابر، والحديث أو القصة ذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله في الرحلة في طلب الحديث، وهي قصة ماتعة فيها استنهاض همم الطلبة. قال: بلغني أنك سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك. قال عبد الله بن أنيس: نعم، إن الله عز وجل يحشر الخلائق يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا: ما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء. فينادي الخلائق بصوت، وفيه إثبات الصوت لله تبارك وتعالى، يسمعه من بعد كما يسمعه من قروب. أنا الملك، أنا الديان، الديان من أسماء الحق سبحانه وتعالى، أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قلنا: يا رسول الله، ألسنا نأتيه وليس معنا شيء؟ قال: بالحسنات والسيئات. خرجنا من هذا إلى أن التربية النفسية من أعظم أهداف الشريعة الإسلامية، لأن بها يسمو المجتمع ويرقى إلى ذرى معارج الكمال. وأول ما ينبغي أن يهتم له الداعية إلى الله عز وجل ويتصف به هو أن يربي نفسه أولا. لذلك لا يكون الواعظ مؤثرا في من حوله إلا إذا بلغ بوعظه مرتبة الخشية الحقيقية التي يمتزج معها وجل القلب بدمع العين، لأن المواعظ ترياق القلوب، المواعظ دواء القلوب، ولا ينبغي أن يسقي الدواء إلا طبيب حاذق ماهر. وأما إذا كان الطبيب مريضا معتلا فهو أحوج إلى هذا الدواء من غيره. وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم. بهذا أثر الحسن البصري رحمه الله في أمة بأكملها. لماذا؟ لأنه كان يتمثل تلك الخصال وتلك السجايا في نفسه أولا. دخل رجل البصرة فسأل رجلا فقال له: من سيدكم؟ فقال البصري: الحسن البصري. هذاك سولو قال له: من سيدكم؟ قال الحسن البصري. قال: بما سادكم؟
بمعنى كيف سودتموه عليكم؟ ها؟ الله يفتح لك. كيف استحق السيادة عليكم؟ فأجاب الرجل بجواب مختصر شاف كاف لهذا السؤال. عرفت ايش قال؟ استغنى عما عندنا واحتجنا إلى ما عنده. الجواب بسيط، بذلك أثر في من حوله. واضح؟ أوضح هذا أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى، كان دائما في وعظه يقول للعلماء والقراء: كيف يترك الدنيا من تأمرونه بترك الدينار والدرهم؟ فإذا طرحهما أخذتموهما. ما يمكنش. وقال خالد بن صفوان: لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال: يا خالد صف لي حسن أهل البصرة. صفوليا. قال: أنا خبير به، فأنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه، وأعلم من قبلي به. هو بيوسف أشبه الناس، حفظوها، أشبه الناس سريرة بعلانية، يتراءى باطنه على ظاهره، فيسمو إلى مقام أعلى وأرفع، فيتأثر من حوله ولو قال لهم اتقوا الله ثم نهض، كما قال يحيى بن معاذ الرازي: أحسن شيء في الدنيا كلام رقيق، من الرقائق وقليل، يستخرج من بحر عميق على لسان رجل رفيق. يكون هو بعد تيجي لهذاك الشيء. وكما قال عمر بن ذر لأبيه وكان من الوعاظ الذي ما وعظ إلا أبكى، قال له ابنه عمر: يا أبتي ما لك إذا تكلمت أبكيت الناس وإذا تكلم غيرك لم يبكي حتى نفسه؟ قال: يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. شدوك في المأتم في العزاء، ديك اللي مات لها الرجل ولا ولدها بكاءها، واش هو بكاء المستأجرة؟ قال له: أجيبك معنا. لماذا؟ لأن كلامه يخرج من قلب المكلوم المفطر، قد انعكست تلك الكلوم على شخصيته وعلى نفسيته فأثر في من حوله، بخلاف الكلام المفتعل المصطنع، فإنه لو دام الساعات الطوال لم يعبأ بكلامه كان من كان. إذن أشبه الناس سريرة بعلانية، وقولا بفعل، إذا قام على أمر قعد عليه، وإذا قعد على أمر قام به، إذا أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإذا نهى عن شيء كان أترك الناس له. رأيته قد استغنى عن الناس واحتاج الناس إليه. رأيته ماله واحتاج الناس إليه. فالواعظ أشبه بالطبيب لا يسقي الدواء للمطبوب للسقيم، إلا الطبيب الماهر الحاذق المعافى. وبدأ معافى ممرش هو، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو سقيم. إذن من جملة ما يعتني به الداعية إلى الله تبارك وتعالى هو التربية النفسية
تزكية النفس بالنهوض بها إلى معالي الأمور والجنوح بها عن سفسافها إلى معاليها. وجد علماء التربية والسلوك في كتاب ربهم عز وجل ما يرجون وأتاهم بما يطلبون، وهو نعمة عظيمة ما أنعم الله تبارك وتعالى على عبده نعمة بعد نعمة الإيمان به وشرف الإسلام له من نعمة حسن الخلق. وحسن الخلق باب عظيم أوله التربية النفسية وتزكية النفس البشرية التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى. ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. تحفظون هذا الحديث؟ شكون اللي بيعاودوا؟ ما شيء ها روي أثقل أو أثقل؟ فمن قال أثقل على أن ما في أول الحديث تميمية، وما التميمية لا تعمل، وإذا كانت حجازية فإنها تعمل عمل ليس. إذن إذا قلنا ما شيء أثقل على أن ما مراكشية حجازية، انتبهوا معي، أهل الحجاز يعملون حرف ما إعمال ليس عملا للإلزام، وما لها عند تميم عمل بل إنها حرف لديهم مهمل. إذن ما شيء أثقل حجازية، ما شيء أثقل تميمية، ها؟ ما هذا بشرا، جزاك الله خيرا، باش تنقلوا حنا، ها؟ ما هذا بشرا، واش حجازية ولا تميمية؟ يلا قرأ ابن مسعود ما هذا بشر، باش نخرجكم أنا من الخلاف. قراءة ابن مسعود شاذة، قلنا الفقه، قراءة ابن مسعود واعجب الذل شا وعند يقول شدة شاذة، أشنو توجيهها؟ ما هذا بشر تميمية. قراءة الجمهور قراءة الصحيحة المتواترة ما هذا بشرا حجازية. سئل أعرابي عن نسبه فقال ما قتل المحب حرام، قال له شنو نسبك انت، منين انت، منين منين؟ فأجابهم ما قتل المحب حرام. الأعراب لفصاحتهم كان فيهم تظرف وتبسط، شوف العلم والمزاح بالعلم وبالمعنى. أخبرنا عن نسبك، ماذا أجاب؟ ما قتل المحب، فأخبر أنه تميمي لأنه لم يعمل ما عمل ليس، ومهفى في الأطراف. قلت له انتسب، فقال ما قتل المحب حرام. إذن ما شيء أثقل وأثقل، هذه درك الترسخات. كذلك جاءت آيات كثيرة ترغب في حسن الخلق الذي هو أصل عظيم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقولوا للناس حسنا، وقرأ حمزة والكسائي حسنا. أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالصبر عند الغضب وبالحلم عند الجهل، الحلم عند الجهل. الداعية إلى الله ينبغي أن يتصف بالحلم،
يحلم على من سفه عليه. علي بن حسين تبعه رجل وهو يسبه ويشتمه، وعلي لا يلتفت، فجبذه الرجل إليه وقال له: يا هذا إياك أعني. هذا ما اكتفى قاعش بالسبان، مش احتجر وقال لي راه انت مع من تندوي، إياك أعني. فقال له علي: وعنك أغضي. قال: فإني أسبك. قال: وأنا أحلم عنك. قال: فماذا ترى؟ قال: كل ينفق مما عنده. ها؟ نعم. فأعطاه 100 درهم وقال له: هل لك حاجة نقضيها لك؟ هذا هو الشاهد، هل لك حاجة نقضيها لك؟ فاستحيا الرجل وقال: أشهد أنك من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالحلم ها؟ وبالحلم عند الجهل، وبالعفو عند الإساءة. إذن بالصبر عند الغضب، وبالحلم عند الجهل، وبالعفو عند الإساءة. فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وأخضع لهم عدوهم. ثلاثة جو الأمور: بالصبر عند الغضب، وبالحلم عند الجهل، وبالعفو عند الإساءة، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقبل عليه وفد فجعلوا لا يتنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها ما استطاع من جسده، وما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه. هذه قصة غير قصة صلح الحديبية، لأن ما وقع في صلح الحديبية أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليغيظ بهم الكفار. وأما بعد أن تمهد الإسلام في الأمصار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي جناب التوحيد وأن يسد ذرائع الشرك. قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال: إن أردتم أن يحبكم الله ورسوله وتحبوا الله ورسوله فحافظوا على 3 خلال: صدق الحديث، وحسن الجوار، وأداء الأمانة. واضح؟ واضح؟ يعني من أراد أن يبرهن أنه يحب الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فليتمثل في نفسه بهذه الخلال 3: من يدعي حب الرسول ولم يفد من هجه فسفاهة وهراء. فأول شرط الحب وفروضه، فأول شرط الحب وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. ولذا عرف بعض أهل العلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المحبة الشرعية هي موافقة الحبيب على مرغوبه في المشهد والمغيب، فتسارع إلى امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه حاضر أمامك. موافقة الحبيب على مرغوبه في المشهد والمغيب. إذن هذه 3 خلال تضمن لك الحبين معا، تضمن لك الحب المتبادل، تحب الله ورسوله ويحبك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بالصبر عند الغضب، وبالحلم عند الجهل، وبالعفو عند الإساءة.
وجلى ذلك واضحا صلى الله عليه وسلم في قوله لأبي ذر ومعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس. جمع فيه بين أصلين عظيمين، فدل بذلك على ما كان يتمتع به صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم وبدائع الحكم. الأصل الأول تقوى الله، والأصل الآخر حسن الخلق. ما وجه المناسبة بينهما؟ لأن تقوى الله عز وجل تصلح ما بينك وبين الله، وحسن الخلق يصلح ما بينك وبين الناس، وتقوى الله توجب لك محبة الله، وحسن الخلق يوجب لك محبة الناس. فمن ظفر بهاتين الخصلتين العظيمتين نجح في تحصيل السعادتين، وهما محبة الله عز وجل ومحبة الخلق. إذن عود على بدء، حسن الخلق الذي اعتنى به علماء التربية والسلوك ووجدوه أعظم مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وأهم تعليم عنا واعتنى به القرآن الكريم، أوله التربية النفسية لمن؟ للداعي إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى. هناك حسن الخلق مع النفس أولا بتربيتها وتهذيبها وتزكيتها وتطهيرها من الرذائل والشوائب، ثم حسن الخلق مع الله عز وجل ومظاهره وصفه بما هو أهله وتحقيق توحيده والدوام عليه إلى الموت. وهذا السر في الدعاء الذي نلهج به صباح مساء، وجاءت السنة المطهرة بأن نجعله من أذكار الصباح والمساء، وهو سيد الاستغفار، وهو سيد الاستغفار وشاهدنا منه، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ما هو العهد؟ الميثاق الذي أخذه الله عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. فمن كان من الموحدين في هذه الدنيا فإنه وفى لله تبارك وتعالى ما عاهده عليه. وأنا على وعدك، وعد الله تبارك وتعالى بأن من لقيه لا يشرك به شيئا أدخله الجنة. فيجمع بين الإيمان والاحتساب، تحقيق التوحيد واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى بأن يدخلك الجنة. وصفه بما هو أهله وتحقيق توحيده والدوام عليه إلى الموت، والمسارعة إلى فعل مرضاته، والمبادرة إلى اجتناب مساخطه. من كان كذلك يكون قد أحسن الخلق مع الله تبارك وتعالى. حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع شريعته والذب عن سنته. إياك أن تؤتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قبلك. كن على باب عظيم للدفاع والمنافحة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يكون أحب إليك من نفسك ووالدك وولدك والناس أجمعين. فمن فضل شيئا بعد الله تبارك وتعالى في المحبة على النبي صلى الله عليه وسلم
ما كان قد أحسن خلقه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة إما أن تكون مشاكلة واستحسانا، وهذه محبة الناس بعضهم لبعض، وإما أن تكون شفقة ورحمة، وهي محبة الولد، تحنو عليه وتحبه شفقة ورحمة، وإما أن تكون محبة إعظام وإكبار وإجلال وتفخيم، وهي محبة الوالد. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم صنوف المحبة فيه، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حسن الخلق مع من؟ مع كتاب الله عز وجل، بالمداومة على قراءته، بالاجتهاد في تحصيل معانيه وفتق مبانيه، بممارسة كتب الفن وبالنظر في مصنفات أهل العلم التي اعتنت بذلك، بإحسان قراءته، لأن إحسان قراءته يقتضي ماذا؟ يقتضي تعظيم الله عز وجل، وبالعمل به. وأرفع مقامات قراءة القرآن يا أهل القرآن، المرتبة العليا وغاية ما يصل إليه قارئ القرآن هي ماذا؟ هي أن يقرأ كتاب الله عز وجل ويستحضر كأنه يسمعه من الله تبارك وتعالى. أي مرتبة انتهينا إليها من حسن الخلق؟ مش متبعين معايا ولا لا؟ لا لا، وهو المسمى ب التربية النفسية، ثم حسن الخلق مع مع الله عز وجل، ثم حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. اش كنا تنقولوا؟ حسن الخلق مع كتاب الله تبارك وتعالى، غاية ما ينتهي إليه قارئ القرآن وهو يقرأه، وهو المسمى عند علماء القرآن بالترقي في القراءة، فتترقى في قراءتك حتى تنتهي إلى هذه المكانة المنيعة الرفيعة، فكأنك تسمعه من الله عز وجل. قال أحد السلف: وقد انتهى إلى هذه المرتبة وشرف بالوصول إلى هذه المنزلة، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله عز وجل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله تبارك وتعالى يقول عقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شنو الشاهد؟ سمعت. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله تبارك وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله تعالى يقول عقبها: يلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم. من اغتم دواؤه أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعجبت لمن مكر به، مكر وهو التوصل إلى إيذاء الآخر من طرف خفي. وعجبت
لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله تبارك وتعالى وأفوض أمري إلى الله، لأني سمعت الله تعالى يقول عقبها فوقاه الله سيئات ما مكروا. إذن حسن الخلق مع كتاب الله عز وجل هذه معانيه وتلكم شرائطه. ثم حسن الخلق مع فئة عظيمة وزمرة جليلة لا تقل جلالة وقدرا عن سابقها، وهي حسن الخلق مع علماء المسلمين. كيف يكون حسن الخلق مع العلماء؟ بالاستغفار لهم والترحم على من مات منهم، وألا ننتقصهم إذا وقع منهم زلة أو زلتان، لأن العالم إذا كثر فضله وقل نقصه ذهب نقصه لفضله، فتكون زلته مغمورة في بحر حسناته. وإياك أخي أن تكون كالذباب الذي لا يتتبع إلا القاذورات والنجاسات، تيخلي الحاجة المزيانة وتيمشي للزلات. قال ابن القيم مبينا هذا المعنى: العلماء بحار، وزلاتهم أقذار أوساخ. زلات وسخ، وزلاتهم أقذار، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فكيف بالبحر؟ واضح؟ فمن كان منهم حيا بين له خطأه، ومن كان منهم قد فارق هذه الحياة فإنه يترحم عليه. وقصة صلح الحديبية في ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أنها حبست، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ما وجه الشاهد في هذه القصة؟ اعتذاره لناقة عجماء. بماذا؟ اعتذر لها بأن ما وقع منها ليس خلقا فيها، فيكون ما وقع لها عارض، فاستصحب لها الأصل وامتدحها بما كان منها، ولم ينتقصها لأجل ما عرض لها. قال ابن حجر: وهذا أولى أن يكون مع العالم الذي علم تحريه للحق ونصرته لشريعة الإسلام، وأن يحمل كلامه على التأويلات والمحامل الحسنة. وأنتم خبيرون بما وقع لابن حبان رحمه الله، حيث سئل عن النبوة فقال: هي العلم والعمل، فرمي بالزندقة. فجاء الذهبي رحمه الله تعالى ولا يحسن أن يغوص على التأويل الحسن والمحمل الجميل إلا عالم حقيقة، وأما التشنيع والتخطئة فلربما يحسنه كل واحد. النبوة هي العلم والعمل، كذا عرف ابن حبان. وعندنا ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء الله واهب المنن. النبوة
قال الذهبي رحمه الله: ولكلامه مخرج الحسن ومنزع لطيف. شوف، ذلك أنه لم يرد حصر المبتدأ في الخبر، فقوله رحمه الله تعالى: النبوة هي العلم والعمل، ما هو إلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة والحج عرفة. ومعلوم أن الحاج لا يكون قد أتم المناسك كلها بمجرد الوقفة بعرفة، ولكن عظم ما في الحج كله هو هذه الوقفة، فلأنها عظيمة فجاء حصر المنسك كله فيها، ولأهمية النصيحة في دين الله تبارك وتعالى، ولوجه الإخلال بها عند كثير من الناس، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الخصلة التي تستهينون بها هي الدين كله. ولما صرف الناس العبادة لغير الله، صرف الناس الدعاء لغير الله، فدعوا مع الله غيره، حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في العبادة، فقال: الدعاء هو العبادة. ولم يرد حصر المبتدأ في الخبر، فيكون كلام ابن حبان أن أعظم ما تقوم عليه النبوة هو مجموع ماذا؟ العلم والعمل. أتاكم حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.